بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين بتاعنا تحت بند شابتر رقم 3 الخاص بموضوع التراس. بالتالي لما بنكون شغالين على التراس بنلجأ على طول لل 1 دي اليمنت. المره دي هنبدا ناخد التراس بس في حاله لما يكون عندك الاحداثيات بتاعتك في ال 3 دي او الابعاد بتاعتك سواء بقى في الاكس والواي والزد. وده هنا في المثال بتاع التراس الكوردينيت بالنسبه لكل نقطه، قال لك ان قيمه اكس وواي وقيمه زد اديها لك بالقيم اللي قدامنا. القيم اللي قدامنا دي الوحدات كلها بالمتر. قال لك انت النقطه رقم واحد عندك النقطه عباره عن 0 و0 و0، والنقطه رقم 2 ب0 و0 و2، والثلاثه ب4 و0 و0، والنقطه رقم 4 ب0 و0 وسالب 2، والنقطه الاخيره ب0 و4 و0. ده كده اداك الابعاد بتاعتها في صوره كوردينيت. تعالى بقى نشوف، هي قال لك ان الكروس سكشن بتاعك عباره عن 5 سم ومصنوع من الستيل، المدرس فلاسيستي عباره عن 200 جيجا باسكال، ومطلوب نحسب بقى الاستريس والاصطاله والرياكشنات. نقدر نحسب بقى الكلام ده باستخدام السمشن فورس سواء اكس واي وزد، ونقدر نشتغل على الكلام ده. تعال نروح لبرنامج السوليد وورك وازاي هنبدا نبني الموديل بتاعنا ده. حاجه زي اللي قدامنا دي هنبدا نشتغل عليها ازاي. اول حاجه هنبدا نفتح البارت جديد، بس المره دي هنخش على السكتش ونعمل 3 دي سكتش. بعد كده بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نختار نقطه، والنقطة بتاعتنا دي عايزين بيكون لها احداثيات، فانا عندي هنا النقطة بتاعتي هتلاقي عندك لها احداثيات اكس وواي وصفر، او اكس وواي وزد وكل واحدة فيهم بصفر، يبقى دي عندك النقطة رقم واحد. بعد كده هتبدأ تحط النقطة رقم اتنين وتقول له الاحداثيات بتاعتها قيمتها بصفر وصفر، وعندي هنا النقطة رقم اتنين اللي انا هاخد النقطة دي صفر وصفر واتنين. هنا الوحدات بالمليمتر فانا هخليها ب 2000، يبقى انت كده عملت النقطه رقم واحد وعملت النقطه رقم اتنين. تعال نختار نقطه رقم ثلاثه، هعمل هنا نقطه وبعدين اقول له الاحتساب بتاعتك في اتجاه بتاع، عايزين نجيب النقطه دي الاحتساب بتاعتك في 4 وصفر وصفر. وابدا اعمل علامه صح. تعال نشوف كده الشكل، عندنا بقى عندنا دي نقطه وادي عندنا نقطه ثانيه. تعال نشوف النقطه رقم ثلاثه، هقول له انا عندي احداثيات بتاعتي كانت عباره عن صفر وصفر وسالب 2، يبقى انت عندك القيمه دي بصفر وعندك القيمه دي بصفر، انما دي بسالب 2 متر. وابدا اعمل علامه صح. وبعد كده عندي النقطه اللي هي فوق هنا، اقول له انا عندي الاحداثيات بتاعتها بالنسبه لاكس بصفر وبالنسبه لواي قيمتها ب4 وبالنسبه لزد قيمتها بصفر. احنا كده خلصنا الجزء بتاع النقط، بقى عندك نقطه 2 3 4 والنقطه الاخيره اللي هي النقطه رقم 5. بعد كده احنا بعد ما خلصنا الكلام ده احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين بقى اللي احنا نبدا نرسم لاين. عايزين نبدا نرسم مجموعه من اللاين. اللاين بكل نقطه من النقط اللي قدامنا. اختار لاين واقول له اللاين متوصل من النقطه دي للنقطه دي ومتوصل للنقطه دي، وابدا امشي بقى على حسب شكل الجسم اللي قدامي. ادي شكل الموديل بتاعنا. لو احنا بصينا عليه هتلاقي احنا كده عملنا مجموعه الخطوط، كل اللي استخدمناه هو امر بتاع البوينت، وبعد كده استخدمنا الامر بتاع اللاين.
بعد كده هبدا اعمل علامه صح، واروح بقى للويلدمنت واقول له اختار لي بقى الكروس سيكشن. فانا هفرض هنا ان الكروس سيكشن بالنسبه لي هو الكروس سيكشن ده، وابدا اعمل علامه صح. تعالى بقى نغير في شكل الكروس سيكشن، فانا هعمل سكتش وهقول له نورمال 2، وهختار هنا بقى مين، هختار الكروس سيكشن اللي انا شغال عليه. فانا شغال على الكروس سيكشن بتاعي كان عباره عن 5 سم، فتعال نمسح بقى القطر الداخلي ده ونقول له احنا شغالين على الكروس سيكشن ده عباره عن 5 سم، وابدا اعمل علامه صح. تعال نشوف بقى شكل الموديل بتاعنا. ادي شكل الموديل بتاعنا، يبقى احنا عملنا اقتراس في حاله شكل ال 3 دي بطريقه بسيطه جدا. كل اللي عملناه هو مجموعه النقط اللي احنا اشتغلنا عليها، فبالتالي انت تقدر ترسم شكل الفريم في حاله ال 3 دي. تعال بقى نروح للمديول خاص بالسيموليشن وابدا اعمل علامه صح، وانا شغال على المديول الخاص بالستاتيك. وأول خطوة عندي بعرف الماتيريال، وبعدين ببدأ أخش أعرف إن الكلام ده عبارة عن تراس. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني، سواء بقى لتعريف الماتيريال او تعريف ان الجسم اللي قدامنا ده عباره عن تراس. وهقول له هنا ان الكونكشن مفيش اي كونكشن، اقول له التثبيت. انا عندي هنا في تثبيت بالنسبه لي 3 اماكن للتثبيت، سواء للجوينت دي والجوينت دي والجوينت اللي هنا، وابدا اعمل علامه صح. الخطوه اللي بعد كده ببدا اعمل كرييت للمش، احط بقى الاكسترنال لود الاول. هقول انا عندي هنا لود على الجوينت ده، اختار هنا الجوينت واقول له هنا الجوينت، وهقول له اختار لي المستوى، وهقول له عندي هنا قيمه لود، واللود في الاتجاه لتحت قيمته ب 25 كيلو نيوتن، وفي نفس الوقت عندي قوة تانية في الاتجاه ده قيمتها بكام؟ قيمتها ب 15 كيلو نيوتن، وابدا اعمل علامة صح. نفس الكلام انا عندي هنا كان في فورسز عندي الجوينت دي، هروح بقى للجوينت التانية نفس الفورسز اللي عندها برضو، هقول له اعمل كليك يمين واعمل اكسترنال لود، وهختار الجوينت ده وهختار المستوى، واختار هنا الفورس اللي هنا قيمتها في 25 في 10 اس 3، واعكس الاتجاه، وفي نفس الوقت هاخد القوه الثانيه اللي هي عباره عن 15 في 10 اس 3، ويبقى كده انا حطيت مين؟ حطيت الباوندري كونديشن سواء لاماكن التثبيت والاحمال. اعمل كرييت لعمليه الميشنج، وبعد كده هبدا اعمل رن للمساله بتاعتي. احنا كده خلصنا عمليه الرن، فبيطلع لك تلقائي قيمه الاستريس والديسبلسمنت. قيمه الاسترس بالنسبه لك طلع لك ب قيمه 18 ميجا باسكال، وقيمه الاستطاله طلع لنا ب 9 من 10 يعني تقريبا 1 مللي، وده شكل انيميت بالنسبه لنا. تعال نطلع بقى معامل الامان بالمره، اقول له طلع لي معامل الامان، طلع لك معامل الامان قيمته ب 12. لو عايز اشوف قيم الرياكشنات اقدر اطلع بقى قيم الرياكشنات بالنسبه للجسم اللي عندنا هنا، اقدر اطلع قيم الرياكشنات
واقدر كمان اعمل ايه بيها كمان؟ اقدر اروح احسب قيم الفورسز اللي بتاثر على مين؟ على الممبر. يعني لو عملت كليك يمين، طبعا الكلام ده احنا اتعلمناه بقى خلاص في المسائل اللي فاتت، تقدر تشوف بقى قيمه الفورسز اللي بتاثر عندك على الجسم كله. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.